Hi everybody, I am Mona Preet. Today we are going to learn object pronouns. النهاردة اللسن بتاعنا هناخد أسماء المفعول اللي هي me, you, him, her, it, us, you, them. كلنا عارفينهم، مش عايزاكم تشغلوا بالكم بان انتوا تحفظوا object pronouns او تحفظوا. انا اهم حاجة عندي تحفظوا الـ subject I, you, he, she, it, we, you, and they، والـ object اللي هو me و you تحفظوا اللي هما الـ pronouns بس، مش مهم بقى المسميات بتاعتهم، عشان انا عارفة ان كلكم بتتعبوا في ان انتوا تحفظوهم، مش مشكلة. انا اهم حاجة عندي تحفظوا لي الـ I هتبقى me، الـ you هتبقى you، وهكذا. يلا تعالوا نبدأ. يلا let's start. عندنا هنا قلنا subject اللي هي I و you و he و she و it، we و you و they. I هتبقى becomes هتتحول لمي في الobject المفعول. السبجكت هنا الفاعل والobject اللي هو المفعول. I becomes me يعني هتتحول لمي. Example: I can hear you but you don't hear me. يعني أنا أستطيع أن أنا أسمعك لكن أنت مش سامعني، مش سامعني. You don't hear me. ما ينفعش أقول you don't hear I، مش هتنفع. لازم أقول you don't hear me. يبقى I هنا اتحولت becomes to me، يبقى I بقت me. You، you بنستخدمها في السنجلر وفي البلورال، في المفرد وفي الجمع. You stays as you، ما بتتغيرش، بتفضل زي ما هي. أقول I will wait for you، أنا هبقى قاعدة مستنياك، أنا سوف أنتظرك. I will wait for you، يبقى you بتفضل you زي ما هي. He becomes him، he بتتغير بتبقى him، بتصبح him. I gave him some orange juice، انا اديته I gave him some orange juice، يعني انا اديته بعض من الاورنج جوس، العصير البرتقال. واخد بالي ان انا هنا ما ينفعش اقول I gave he، ما ينفعش، لازم اقول him. يبقى I gave him some orange juice. She becomes her، she بتتحول لher. اقول I want to play with her، I want to play with her، يعني انا عايز، اريد ان انا العب معاها، عايز العب معاها. يبقى I want to play with her. ما ينفعش اقول I want to play with she، مش هتنفع، ودني كمان مش هتحبها. I want to play with her، with her يعني عايز العب معاها. It stays as it، it ما بتتغيرش، بتفضل it زي ما هي. بقول It is my favorite book، ده الكتاب المفضل بتاعي. I like to read it، أنا بحب إن أنا أقرأ. It is my favorite book، ده الكتاب المفضل بتاعي. I like to read it، أنا بحب إن أنا أقرأ. It is my favorite book، I like to read it. We يعني نحن، قلناها قبل كده. طيب نحن بتتغير بإيه؟ becomes to us، بتتغير لأس، بتبقى us. أقول she will email us tomorrow، يعني هي هتبعت لنا، هتبعت لنا الإيميل بكرة. she will email us tomorrow. us يبقى we هتبقى us، ما ينفعش هنا أقول she will email we، مش هتنفع، لازم أقول us، يبقى هي هتبعت لنا. she will email us tomorrow. they becomes them، they becomes them، they بتتغير بتبقى them. أقول will you please tell them to come in، ممكن تقول لهم إنهم يدخلوا، ممكن تقول لهم إنهم يدخلوا. will you please tell them to come in. وبكده ينتهي الليسن بتاعنا النهاردة. الليسن النهاردة سهل، ما فيهوش حاجة، وبرضو احنا كلنا عارفينه.
Thank you for watching and my best wishes and goodbye.